هنقول بعض الأمور كده بسرعة. تحذير من حفلة فنانة داعمة لإسرائيل وللمثلية، والحقيقة أنه كان تم الإعلان دي عن الحفلة وكان في ناس بتطالب بإلغائها، ولكن واضح كده أنه الحفلة ما زالت مستمرة. فاضل أقل من 20 يوم على الحفلة، ودلوقتي شفنا الموضوع بقى موضوع فلوس مش موضوع مبادئ. الحفلة هتتم لأن التذاكر لسه بتتباع. أنا هنا عايز أتكلم عن الشعب الرخيص، مش عامة الشعب اللي ما عندوش لا حول ولا قوة. أنا بتكلم على الشعب اللي رايح الحفلة، بتوع إيجيبت، بتوع المدارس الانترناشنال، اللي معاهم فلوس وأحسن تعليم وعارفين اللي فيها. رخصتوا نفسكم ورخصتونا معاكم ووسختونا معاكم. دي كانت فرصة للتغيير بجد، فرصة إن الحفلة دي تبقى عبرة لغيرها. انتوا رايحين لواحدة مش قادرة تصلح كدبها. ده اللي هنسي تطلعوا ان رقم الشهداء الحقيقي 186,000. الحفلة بيقول انها في الساحل الشمالي يوم 26، والحقيقة المحامي عمرو عبد السلام كان وجه انذار نقابة الموسيقيين بضرورة إلغاء هذه الحفلة.